بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نعود أدراجنا مرة تانية كده ونكمل على خير. ده الدرس الثالث والرابع في اليونت 3. الجزء ده، الدرس الثالث والرابع، هنقسمه على 2 فيديو، لكن الدرس الأخير الخامس والسادس هيبقى في فيديو واحد، وبكده يبقى خلصنا إن شاء الله رب العالمين الوحدة الثالثة، ونعمل امتحان كبير على الأولى والثانية والثالثة مع بعض. أتمنى كده إنك تكون بتسمع أول بأول. الناس اللي طلبوا مني نركن شوية، ركنت حوالي 3 أيام أهو، فأكيد أنت إن شاء الله لحقتنا ومشيت معانا يعني. تعال امسك اول سؤال كده. بيقول لي ذا بوليس مان سسبكتد، البوليس مان ضابط الشرطه يعني، سسبكتد ذات كان مشتبه او يشك بان، ذا مان واز اون اي بيكوز هي واز اكتنج سترينجلي، الراجل ده كان ايه لان هو كان بيتصرف بشكل غريب. عايزك تطلع معايا كل الحاجات دي. اون بيربس دي معناها عمدا او متعمد، ده رقم واحد. نرجع تاني معلش بعد رنه الموبايل الجميله دي. اون بيربس دي معناها عمدا زي ما اتفقنا، اون ديوتي معناها في مهمه، اون دراجز، اون دراجز دي معناها يعني شارب مخدرات يعني. بيقول لك ان ضابط الشرطه شك في الراجل ده لان هو كان اون دراجز يعني كان شارب مخدرات، because he was acting strangely كان بيتصرف بشكل غريب. رقم 2 بيقول لك only use not under medical supervision، استخدم ايه تحت الاشراف الطبي؟ استخدم الدراجز. الدراجز هنا معناها العقاقير، الادويه يعني. issues قضايا، وابس تطبيقات، وسنسورز اجهزه الحساس او الحساسات. a famous doctor led the team. ليد دي عايزك تاخد بالك من حاجه، ان كلمه ليد تو يعني يؤدي الى، بنجيب بعدها الفعل ده في الاي ان جي، فاقول لك ات ليدز تو ديستروينج اور كانتري مثلا. هو ديد ذا نوت اون ماي ني، بص يا باشا، ديد ذا اوبريشن او ديد ذا سيرجري دي معناها عمليه جراحيه، بس مش ده الموضوع اللي عايزك تركز فيه. عايزك تعرف كده ان انت ممكن تقول دو او كاري اوت او بير فورم اوبريشن، او بيريشن دي معناها كده يجري عملية جراحية، وركز ان اللي بيعمل كده الدكتور. فانت ممكن تقول لي دكتور does و carries out و performs an operation. طيب لكن البيشنت المريض انت بتقول has an operation، المريض بيتعمل له عملية. ما تنساش انك ممكن تقول doctors operate on دي معناها يجري عملية جراحية ليه، بتساوي do an operation, carry out an operation, perform an operation. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بمناسبة operate عشان نخلص منها عشان هتكرر كتير قدامنا، كلمة operate لوحدها كده معناها يشغل جهاز، يشغل هكذا يعني. طيب operate on دي ما زي ما قلنا يجري عملية جراحية لي. طيب operation دي معناها عملية جراحية ومعناها تشغيل. لما تقول مثلا operation of the device يعني تشغيل الجهاز، يبقى انت عندك كده كلمه operate يعني يشغل، operate on يجري عمليه جراحيه لي، operation عمليه جراحيه او تشغيل. طيب ولما تقول operating system مثلا نظام التشغيل اللي هو ويندوز او كده يعني. طيب ارجع بقى لجملتك كده، my secretary keeps note of everything done in the office، السكرتير بتاعي بيحتفظ بريكورد بسجل بكل اللي بيحصل. وعايزك تعرف ان حوار الريكورد دي لها معلومتين كده اعرفهم. لما تقول miss the record يعني يفوته الرقم القياسي او يفشل في تحقيق الرقم القياسي. طيب لما تقول مثلا break the record معناها يحطم الرقم القياسي. على سبيل المثال ابو تريكا كان جايب رقم قياسي ان هو احرز 100 هدف مثلا، جه لاعب تاني جاب 102، يبقى اللاعب التاني ده بروك ذا ريكورد، بص بقى الحته دي، باي تو جولز يعني حطم الرقم القياسي بهدفين. طب افرض اللاعب ده طلع خيبان جاب 98 هدف بس، يعني كده معناها ان فاته الرقم القياسي، فشل في تحقيق الرقم القياسي بهدفين، فنقول مس ذا ريكورد باي تو جولز. حلو الكلام. طيب ارجع بقى لجملتك بقى كده وما تزهقش عشان في كم ملحوظه لازم نقولهم، وهنكتب كل ده في الاخر بعد ما نخلص الوحده. is trained to operate on patients، متدرب عشان يجري عمليات للمرضى، ده مين؟ السيرجن او الجراح. طب there is something wrong with the car temperature، بيقول لك في حاجه غلط في الكار تمبريتشر سنسور، في الحساس بتاع درجه حراره العربيه. بعد كده رقم 7 matters got worse because the note of the disease was based on a wrong prescription، بيقول لك ان الامور بدات تزداد سوءا لان الايه بتاع المرض تم او كان مبني على تشخيص خاطئ. طب تعال نشوف تريتمنت العلاج، انتليجنس الذكاء، اوبريشن العمليه، اوبورتيونيتي اللي هو الفرصه. انت بتقول لي الامور بدات تزداد سوءا لان تشخيص، لان العلاج بتاع المرض كان مبني على تشخيص خاطئ، يبقى تريتمنت.
طبعا رقم 8 بيقول لك then what I had on my back، الايه اللي انا عملتها على ظهري، اكيد العمليه الجراحيه، يبقى surgery، وكان ممكن نستخدم يا مستر operation، عمليه جراحيه. طيب بعد كده intelligence، طبعا هو انت من غير ما تكمل artificial intelligence، بس خد بالك ان ساعات بيقولوا يشيروا عليها الى AI. طيب وساعات يقول لك ان الاي stands for artificial، الاي stands for intelligence. I want a good job that not for life، انا اريد وظيفه جيده التي تستمر مدى الحياه، يبقى lasts. امال involve، involve يعني اشتمل. بص انت ممكن تقول ايه مثلا، I want a job، انا عايز وظيفه that involves، التي تضم leading people، يعني التي تضم او تشتمل على قياده الناس، انا عايز احب القياده يا جدعان، يبقى involve يضم او يشتمل. A professional not has managed to steal business secrets from the laptop، اللي بيسرق الحاجات من على اللابتوب ده اللي هو الهاكر، اللي هو الراجل الايه اللي بيقرصن المعلومات يعني كده، الهاكر. طيب many young people have sadly been not to online games، الكثير من الناس الشباب يعني sadly been ايه to online games، اصبحوا ايه للالعاب اللي على الانترنت addicted. addicted to دي عايزك تاخد بالك ان addicted to معناها مدمن لي، وبنجيب بعدها الفعل مضاف له ing او اسم، فاقول لك I am addicted to playing football او I am addicted to football، فخدنا هنا addicted. طيب complicated معقد زي complex، surgical دي معناها جراحي، فلو قلنا surgical operation معناها عمليات جراحية. I use my ruler to note the width of the bedroom، أنا استخدمت المسطرة بتاعتي علشان measure يعني أقيس اتساع الغرفة. The price of the of an object، إن سعر المنتج أو سعر السلعة إيه على جودتها والطلب عليها، أكيد depends، وما تنساش إن depend on زي rely on زي count on زي بانك اون اللي قلناهم مرات ومرات ومرات ونعيد تاني. رقم 15 facing مواجهة terrorism is one of our key social problems او issues، ما issues دي يعني قضايا، زي كلمة problems بالظبط، بقول لك ان مواجهة الارهاب يعد واحدة من المشاكل الاساسية. don't be tricked by the not smile، لا تنخدع بابتسامته المصطنعة اللي هي artificial، وartificial هنا بتساوي كلمة pretended يعني الابتسامة المصطنعة. addicted مدمن، complicated معقد، وsurgical زي ما قلنا جراحي. the success you have achieved، ان النجاح الذي حققته is due to، هنا معناها بسبب، the great experiment تجربة علمية، روبوت انسان آلي، organization التنظيم، ولا warning التحذير، اكيد بسبب التنظيم العظيم. بس الجملة دي معناها دمها واقف كده وتحس ان هي مع جملة عبيطة، بس الاختيار اللي ينفع ان النجاح اللي انت حققته ده كان بسبب the great organization التنظيم اللي انت عامله كويس في حياتك. بس ما تنساش ان كلمة due to معناها هنا بسبب، لكن لما اقول لك due to come مثلا على وشك ان يأتي. use your not to in making the right decision don't depend on luck، استخدم الايه في انك تتخذ قرار، ما تعتمدش على الحظ بس، يبقى استخدم الفرصة opportunity. طيب اول حاجة كده operation اللي هو العملية الجراحية، intelligence ذكاء، انا كده هرجع تاني في كلامي، هشيل كده كلمة opportunity دي خالص وترجم بقى عشان ما دام في حاجه تانية هنشك فيها. وتريتمنت العلاج، والراجل بيقول لك استخدم يور ايه ان ميكينج ذا رايت ديسيجن دونت ديبند اون لك، ما تعتمدش على الحظ، استخدم فرصتك ولا استخدم ذكائك، اكيد استخدم ذكائك، المنطق الاكتر يعني استخدم ذكائك علشان تتخذ قرارا لا تعتمد على الحظ، خليك ذكي كده. تمام. It is the role of the police to enforce. enforce دي معناها يضمن تحقيق security اللي هو الأمان، لكن انت سوري الأمن، لكن انت عارف ان الأمان اللي هو safety. طيب our small shop has gradually not into a big mall، بقول لك ان المحل الصغير بتاعنا تدريجيا تطور، تطور يبقى evolved، على فكرة ممكن نستخدم developed يعني ايه برضو تطور. doesn't cause any harm to the environment، لا يسبب اي تلف او ضرر بالبيئه، هو مين؟ دي جرين تكنولوجي اللي هي التكنولوجيا صديقه البيئه. being a manager انك تبقى مدير، فده غالبا بيضم او بيشتمل على العمل لفترات طويله، بس اوعى تختار لاست، اصل لاست يستمر او يدوم، ينفع نقول لك ان تكون مديرا غالبا يستمر العمل لفترات طويله؟ لا، ان تكون مديرا فده بيضم بيشمل العمل لفترات طويله. is there a mobile، اكيد اب، وانت عارف ان اب هنا ينفع نحط مكانها application يعني موبايل. طيب I always not paragraphs with my classmates، الحتة دي معناها ايه؟ انت كتبت paragraph وزميلك كتب paragraph، فانت تديله paragraph بتاعك يقرأه وهو ياخد paragraphك، يعني بنبدل مكان بعضنا يعني.
فالمهم انت هتقول لي بقى اي سواب، يعني اتبادل الباراجرافات مع اصدقائي عشان كل واحد يطلع اخطاء التاني. بقول لك بعد كده فاير الارمز اللي هو انذار الحريق، جيف نوت وين ذير از ا فاير، بيدي ايه لما يكون في حريق؟ بيدي ديش ووشر ولا روبوت ولا اورجانيزيشن ولا ورنينج. بقول لك ان جهاز الانذار بتاع الحريق بيدي تحذير لما يكون في فاير حريق، يبقى كده ورنينج. It's better for the environment if all the plastic, glass, paper and metals are. بقول لك من الافضل للبيئه لو ان الاولد بلاستيك اللي هو البلاستيك القديم والزجاج والاشياء دي كلها تم اعاده تصنيعها، يبقى ريسايكلد. طيب ادخل على اللي بعدها. When life gives you not make the best use of it، عندما تعطيك الحياه فرصه احسن استغلالها. Online employment اللي هو الوظائف الاونلاين يعني is one of the not of modern technology، واحده من البنفيتس الفوائد. لكن الجرين تكنولوجي معناها تكنولوجيا صديقه البيئه، بروسس العمليات، سراوند ساوند اللي هو نظام الصوت اللي هو المحيط ده ولا اسمه ايه. We will employ only the candidates، هنوظف بس المتقدمين للوظيفه، who are intelligent اللي هم اذكياء and hard working واللي هم جادين في عملهم عشان يعملوا الوظائف الكومبليكيتد اللي كان ممكن نقول برضو عليها الكومبلكس المعقده. Famous people don't like the way their private life. بص private life حياتهم الخاصه، ولكن الناس المشاهير ما بيحبوش الطريقه اللي حياتهم الخاصه بيتم التعامل بيها من خلال وسائل الاعلام. كلمه هاندل معناها يتعامل مع او يتناول، يتناول. فلما نقول هاندل ا بروبلم يتناول قضيه، لكن سواب يتبادل، ديبند يعتمد على، ايفولف يعني يتطور. طيب فالناس ما بيحبوش الطريقه اللي الاعلام بيتعامل بيها مع مشكلتهم او بيتناول بيها حياتهم. يعني it has always been said that، لطالما قيل انه prevention الوقاية is better than خير من العلاج اللي هو cure. It's something you try to try and make you feel better، هو حاجة انت بتجربها عشان تخليك تشعر انك انت بشكل افضل بعد اصابة او كده، يبقى اكيد ده العلاج، يبقى treatment. العلاج هو الشيء انت بتجربه عشان يخليك تتحسن. طيب اللي بعد كده رقم 33. طب برضه سؤال، ليه ما ناخدش اوبريشن يا مستر او سيرجري؟ ما حضرتك عشان تاخد دول فانت كنت عايز تقول اسيرجري او ان اوبريشن، لكن تريتمنت علاج اسمه لا يعد. 33 is information about something that's written down، هي المعلومات عن الشيء المكتوبه على الكمبيوتر او كده، يبقى ده الريكورد او السجل. is a piece of equipment، يعني عباره عن جهاز او معده اللي ممكن تلاقي لك وتقيس الضوء، يبقى ده الحساس السنسور. ومن اللي بعد كده is when، هو عندما الدكتور cut open، cut open يعني يفتح بطن المريض، يبقى ده عملية جراحية، يبقى اسمها surgery. operation يعني BC، اتنين صح. بص انت خدت بالك AN is a special doctor، الدكتور اللي مخصص انه يفتح بطن البني ادمين، يبقى ده surgeon اللي هو الجراح. طيب رقم 37 are medicines or things that make medicine، هي الأدوية أو الأشياء التي تستخدم في صناعة الأدوية، دي العقاقير يبقى drugs، لكن apps تطبيقات، applications تطبيقات. اضرب على الصفحة اللي بعد كده. الميني تيست نمبر 1 the operation دكتور علاء هاد، العملية اللي دكتور علاء أجراها. احنا قلنا يجري عملية do operation perform operation carry out operation، يبقى A B and C كلهم صح. خد بالك العملية التي أجراها الدكتور فلان الفلاني، لكن ذا اوبريشن بص واحد عمل حادثه، واحد اسمه علي عمل حادثه وعمل عمليه، فاقول بقى هنا ذا اوبريشن يعني العمليه ذات علي، اللي علي بص على اللقطه دي كده هاد، يعني ايه دي؟ معناها العمليه التي اجريت لعلي. ركز في الكلام ده كويس. رقم اتنين بقى مودرن تكنولوجي سم نيجاتيف افكتس، التكنولوجيا الحديثه لها، يبقى has serious damage was not to the building by the earthquake. serious damage يعني التلف او الدمار الكبير، was a يعني تم تسبيبه يعني سبب يعني، يبقى was caused، لكن perform يعني يؤدي، وmake يعني يصنع. انت عارف هل تعرف انك انت بتقول cause او do وبعدين damage. اوعى تنسى كلمة damage اسم لا يعد، عشان لما يقول لك cause دامج عارف هتعمل ايه ساعتها؟ هتروح جايب القلم الاحمر كده وتقول له انت كده بتهبد يا عم الحاج، لان كلمه دامج اسم لا يعد. طيب رقم اربعه new cures for diseases are by scientists every day، العلاجات الجديده للامراض بتكتشف. ما هو العلاج اكتشاف، ازاي العلاج اكتشاف؟ ما احنا حضرتك مثلا عندك حاجه زي
البنسلين مثلا، البنسلين بيستخدم، هو اسمه البنسلين تقريبا، البنسلين اه بيستخدم في علاج السكر، في علاج السكر. هو البنسلين ده اصلا ربنا خلقه، فاحنا استخدمناه واكتشفنا انه بيعالج السكر. طب لما تاخد مثلا الزنجبيل نكتشف ان هو بيعالج ما اعرفش الصداع كده، فاحنا اكتشاف العلاج اكتشاف. جرين تكنولوجي هيلبس نيتشر، استخدام الطاقة الخضراء تساعد البيئة، يبقى يوزنج. ستة بقى، it was so complicated، لقد كان الأمر معقدا، a problem that I couldn't it on my own، لدرجة إن أنا معرفتش solve أحلها. solve a problem يحل مشكلة، the task had perfectly been a، أنت عارف يؤدي مهمة اسمها do a task أو perform a task أو carry out a task، يبقى هنا خدنا A and B. a surgeon has to not open، حفظت أنت المصطلح cut open يعني يفتح بطن المريض من الآخر. building new factories إن بناء مصانع جديدة. job opportunities بيعمل إيه في فرص العمل، أكيد creates أو provides يعني بيوفر أو بيزود فرص عمل للمواطنين. don't leave your children playing computer games for a long time or they will become addicted، وإلا هم سوف يصبحون مدمنين. or على فكرة كان ممكن تقول إيه for a long time or they will addict على طول كمبيوتر جيمز، يدمنون العاب الكمبيوتر. الجمله اللي بعد كده بيقول لك the computer is famous artificial is a form of artificial intelligence، الكمبيوتر ده شكل من اشكال الذكاء الاصطناعي. في الجمله دي كلمه artificial اللي هو اصطناعي بتساوي كلمه unnatural. مستر هو ايه الفرق بين كلمه natural وكلمه normal؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ بالراحه كده افهم مني. natural دي معناها طبيعي، معناها طبيعي وفقا للطبيعه، بمعنى ايه؟ اللبن ده لو هو بودرة فهو كده مش طبيعي، لكن لو هو لبن جاي من البقر أو الجاموس فهو كده natural milk، لبن طبيعي. اللي يوضح لك أكتر كلمة normal، واحد بيقول لك بص أنا بصحى الصبح أفطر وبعدين أروح الشغل، فتقول له يا ابني طب ما هو ده normal، ده ما هو عادي يعني، يعني كده معناها زي غيره من الآخر يعني. أقول لك بص أنا عندي عربية بتمشي بسرعة خمس، ممكن تمشي 200 كيلو متر في الساعة، فتقول لي على فكرة ده نورمال يعني عادي زي غيرها كل العربيات كده. طيب انا لما اكون عندي صداع باخد دواء، تقول لي ماشي يا عم طب ما هو ده نورمال عادي، ما كل الناس بتعمل كده. لكن نيتشرال معناها طبيعي يعني حاجة وفقا للطبيعة، اللبن ده طبيعي، اللحمة دي مش مضروبة دي لحمة طبيعية، فنيتشرال يعني. طيب ادخل بعد كده اه بس استنى ارجع تاني شوي. احنا هنا قلنا ان كلمة ارتفيشال معناها معناها مصطنع، بتساوي كلمة unnatural يعني مش طبيعي. امال امتى ناخدها pretended؟ لو معناها يعني ايه مثلا لما تقولي artificial smile يعني ابتسامة مصطنعة، زي ما هو كده قالك في الجملة دي he tricks a customers، بيضحك على الزباين بابتسامته او بلطفه artificial kindness، بلطفه المصطنع. المصطنع هنا معناها اللي هو بيتظاهر انه عطوف، يبقى ناخد pretended، فpretended دي معناها المتظاهر به، فنقول مثلا pretended smile او artificial smile. something that is not is neither simple or easy، حاجه لا هي سهله ولا بسيطه، يبقى complex و complicated، يبقى A and B. complicated و complex زي بعض، يبقى operation عمليه جراحيه و surgery زي بعض، يبقى ناخد surgery. the children were saved to safety، العيال تم انقاذهم لبر الامان. في الجمله دي كلمه safety الامان، دي عكس نجيب بس صفحه كده، هي عكس كلمه ايه من دول؟ تعال ما تيجي نترجم كده نشوف. كلمه security ده security اللي هو الامن، طب risk اللي هو الخطر، طب dangerous يعني خطير، difficult يعني صعب. بس عايزه قبل ما اختار الاجابه برضو تركز معايا، security الامن دي noun، risk noun برضو، dangerous adjective. طيب ارجع بقى لكلمه، كلمه safety دي معناها الامان، اسم ولا صفه دي؟ الامان ده اسم والاسم عكسه اسم، الامان عكسه الخطر. تمام ارجع بقى كده على اللي بعدها، في كمان هنا ميني تيست نمبر 3، بيقول لك ان ايفل سيرفنت الخادم الشرير هيلبد ذا كرايمنال. بص بقى هنا قبل ما نبدا نحل كده ركز معايا في الكلمتين اللي هقولهم لك دول. كلمه دراج كده معناها ده فيرب بمعنى يو خدر شخصا، don't drug him ما تخدروش ما تدوش مخدرات يعني. طب ادرج ادرج كده بقى اصبح معناها مخدر من الاخر كده، اللي هي جمعها مخدرات يعني، خد بالك في ايه. طيب دراج دي معناها مخدر اللي احنا بنقول عليها ضارب مخدرات من الاخر. طب دراجينج سموان معناها تخدير شخص ما. اوعى تنسى انك ممكن تقول ادرج اللي هو العقار اللي هو الدواء يعني. طب ارجع كده، انت بتقولي بقى الخدام الشرير ماشي، ساعد المجرمين
هو خدرا، يبقى انت عايز فعل ماضي drugged. طيب an evil servant helped security by، والله by عايز ing helped the criminal by ing، يبقى by drug عن طريق تخدير. اللي بعدها an evil servant helped the criminals he put، وضع مخدرا، والله مخدرا يبقى a drug، ادي ال a ودرج قدامي. طيب this is this injury will heal، كلمه heal دي بقى معناها ايه؟ يلتئم. بص معايا، انت عارف ان we treat او we cure مثلا a cut، يعني نحن نعالج جرحا، لكن ذا قط الجرح هيلز، هيل معناها يطيب، معناها يخف، من الاخر كده معناها يلتئم. ركز، فانت بتقول لي مش هينفع لك نحن نلتئم الجرح، نحن احنا بنعالج الجرح لكن الجرح يلتئم، وفهم كلمه هيل معناها يلتئم، طيب يخف يعني. ذا انجري ويل هيل يعني هتلتئم هتطيب يعني، سون اف يو نوت ات، لو انك تعالج، انت عايز فعل يبقى تريتد، بس ويل لا يبقى مش تريتد، هرجع في كلامي تاني يا مستر. طب ليه؟ ما هو عشان حضرتك هنا قال لك ويل، يبقى دي حاله اولى من اف، يبقى انت عايز بعدها مضارع، لو انت عايز معالج يعالج يبقى اف يو تريت. طب انا امتى اخد اف يو تريتد؟ تريتد لو هو كان قال لك بدل ويل وود، عادي محلول. طيب امال ايه تريتمنت؟ ده العلاج، وانت عارف ان تريتمنت اسم لا يعد، بمعنى علاج. طب تريتابل دي ادجكتيف معناها قابل للعلاج. This injury will heal soon with a good، with good ايه؟ هذا المرض، هذه الإصابة ستختئم قريبا بالعلاج الجيد، يبقى with good treatment. وهنا بقى في سؤال، هو الراجل لو في الاختيارات مديني، لو في اختيارات السؤال ده مديني كيور كده، كنا خدناها؟ لا. طب ليه يا مستر مش هناخدها؟ هروح انا جايب دي كده وقايل لك، انت قلت لي قبل كده ان كلمة a cure دي ناون بمعنى علاج، حلو؟ لكن كلمة treatment دي برضو ناون بمعنى علاج. خد بالك ان دي اسم يعد لكن دي اسم لا يعد، وكونه يعد فانت خدت لي ايه، فهو الراجل قال لك with good treatment، لكن كان ممكن يقول لك with a good cure لو هو عايز، بس ما عملش كده، ما خدش الايه، فمش هناخد احنا cure. This is not this injury is not that means it is easy that it heals soon. العلاج هذه الاصابه تريتابل قابلة للعلاج، معنى كده انها تخف بسرعة. All our clients data، كل بيانات العملاء بتوعنا، طبعا الكلمة دي بالامريكي اسمها data، بالبريطاني اسمها data، فالاتنين صح يعني. All our clients data are recorded، recorded فين recorded؟ دي مش recorded، صح يا عم الحاج، recorded اللي هي دي معناها مسجلة، هو بقى انت قلتي مسجلة، recording يعني تسجيل، ده noun، recorder ده جهاز التسجيل، وrecord دي معناها سجل. We keep a، نحن نحتفظ بسجل، يبقى record. طيب بعد كده the not of this piece of equipment، الايه بتاع هذا الجهاز، مستحيل دون قراءة الكتالوج اكيد التشغيل، يبقى the operation. I can't، لا استطيع ان اشغل، ويشغل يعني operate عادي، operator ده بنسميه عامل التحويلة، يعني اللي هو زي نظام ايه لما تتصل بالمستشفى فحد يرد عليك، ده بنسميه operator على طول. طيب بعد كده في جزئيه تانية من الاسئله، بس نشوف حاجه فوق، لا مفيش فوق. بقول لك اي هوب اي ويل كيب، اتمنى لو انني كيب ان تاتش، كيب ان تاتش يبقى على اتصال. This mass problem can only be worked out، work out معناها يحل مشكله. Abolish surgeon carried an operation، carry out يعني يو نفذ، بتساوي كلمه perform an operation زيها بالظبط. The final، the finals last، النهائيات بتستمر ايه 3 weeks، بتستمر لمدة، يبقى 4 معناها لمدة. I can't make a cake as we have run eggs run out of، وهنا بقى هنقف وقفة صغيرة لمدة ثواني، run out وتسكت و run out of. بص كده، انت بتقول الشيء run out لكن احنا run out of الشيء، بمعنى لما تقول مثلا sugar ran out معناها السكر خلص، لكن وي او زي ايا كان الفعل يعني ran out of sugar يعني احنا خلصنا سكر. حلو، ارجع كده للجملة هنا في رقم 6، بقول لك unfortunately he became addicted to، والفعل مضاف له ing او اسم، يبقى انت ممكن تقول to drugs وتسكت وهي حلوة كده، او to taking drugs. ركز معايا، انت ممكن تقول he became addicted to drugs to الاسم، او to ing يبقى to taking. I prefer اسم
تو اسم، يبقى انت تختار تو. I prefer light meals to heavy ones. طبعا ones عايدة على الميلز. The cost of these products depends on، يعتمد على وقت بيع الشيء في السنة. طبعا لسه معانا جزئية سبعة ديت، يعني معنى كده ان في اهي ميد تيست نمبر 5. بقول لك يا برنس do you know who. بص بقى تعال نتكلم سريعا كده نوضح الفرق بينهم في عجالة. او ان اكسبلور معناها يستكشف، تعال نكتبها لك كده. عايز تعرف ان كلمة اكسبلور دي اكس بلور معناها يستكشف. بينك وبين نفسك في الخباثة كده اعرفها بمعنى يدرس. I'm traveling to Cairo to explore it. انا رايح القاهرة عشان استكشفها، عشان ادرسها كده وافصصها واعرف هي فين وبالظبط. طيب عندك find out هي الوحيدة اللي ممكن نستخدم بعديها about. بس خد بالك ممكن اقول لك مثلا we want to find out about your secret، مثلا عايزين نعرف معلومات عن السر بتاعك. find out دي معناها يعرف سواء مصادفة او بالقصد، يعني ان المعال ان البوليس فضل يدور 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 عشان يجد معلومات فاكتشف ان الراجل ده هو القاتل، يبقى هنا ممكن نقول فاوند اوت. طيب كلمه ديسكفر دي معناها يكتشف بالصدفه مصادفه، يعني ساعات بنحط الاثنين دول مكان بعضهم والدنيا تبقى جميله. طب انفنت يبتكر حاجه ما كانتش موجوده قبل كده. طب انت ماشي في الشارع لقيت قلم، اكتشفت ان في قلم، فده اسمه ديسكفر. اي ديسكفرد ا بن، مسكت القلم وفضلت تبص عليه كده لقيته مكتوب عليه روتو وما اعرفش مصنوع في الصين، فانت كده بتستكشفه يعني بتدرسه. تعال نشوف اول جمله كده بيقول لك دو يو نو، هل تعرف مين اللي اكتشف ولا اخترع الانترنت؟ لان الانترنت اختراع، يبقى انفنتد لانه لم يكن موجودا من قبل. اي لايك فيري ماتش تو نو ذا اريا، انا عايز اعمل ايه في المنطقه اللي حوالين الاهرامات؟ انت عارف ان في منطقه حوالين الاهرامات، يبقى انت عايز تدرس المنطقه دي كويس، يبقى اكسبلور. اي دونت نو هاو هي كود نو اباوت، ما دام في اباوت تختار فايند اوت وانت مغمض عينك. دكتور زويل ستيمور ايبل تو نو ذا فيمتو سكند، الفيمتو سكند دي اصلا موجوده، معروف ان في دقيقه الاصغر منها ثانيه والاصغر منها جزء من الثانيه، يبقى انت اكتشفت، يبقى ديسكفر اكتشفت الفيمتو سكند. طيب بعد كده رقم 5 شي ثرو ذا ستون، عندك الثرو دي خد بالك بص كده منها، في ثرو في ثرو شيء يعني اوت او اوي، لكن ممكن برضو نستخدم ثرو شيء انتو مكان. لما اقول لك مثلا هي رمت الكتاب فنقول شي ثرو ذا بوك اوت او شي ثرو ذا بوك اواي واسكت على كده، لكن شي ثرو ذا بوك انتو ذا ريفر، يعني رمت الكتاب فين؟ لازم تقول لي بقى المكان، يبقى انتو ذا ريفر. فهنا بقول لك بقى في الجمله ديت بقول لك شي ثرو ا ستون اوت واواي عشان ما فيش مكان بعديها، لكن هنا في مكان فانت عايز تاخد انتو ومعناها هي رمت الكتاب في البحر. طيب بعد كده يا باشا بيقول لك printers have a paper، الورق بيكون فيها a paper sensor حساس للورق، يعني حس ان في ورقه اتحطت واتشالت كده. my eyes are، بص بقى عندك sensitive دي معناها حساس، بمعنى يعني بيحصل له مشكله من حاجه معينه. لما اقول لك عينيا دي لما تشوف النور بتوجعني، فعينيا كده sensitive، جلدي لما المس ما اعرفش ايه كده بيوجعني بتعبني، يبقى sensitive. طب sensible معناها حساس بمعنى عاقل بفهم يعني، فانت انا بتقول لي ان عينيا sensitive too strong sunlight، حساسه للضوء القوي. لكن في 9 لكونه ايه، هو بيفكر قبل ما يتخذ قرار، لكونه عاقل حساس يعني عاقل، فتقول سنسبل. طيب كده خلصت دي، اظن ان احنا كده خلصنا، خلص الجزئيه دي خلاص. الفيديو المقبل ان شاء الله هيكون فيه هيكون حل قاعده المستقبل بكل ما فيها. انا حليت قاعده المستقبل قبل كده بس لاحظت ان اسئلتها مش كافيه، ففي ملفات PDF انا كنت حلها قبل كده هنزلها لكم على الجروب والفيديوهات بتاعتها الحل عشان تتابع الاثنين مع بعض، لان الاسئله اللي هو جايبها في الكتاب المعاصر ليست منوعه وليست كافيه، ما جابش سيره جوينج تو خالص الاسئله، وده تهريج طبعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.